يعني ذكينا في الخمرة. نور السعيدي أجمل ما قيل مع الأقارب. أي أجمل ما قيل مع الأقارب. فماش راه اللي باش الجملة هذه ما فماش ما خير منه. أجمل ما قيل مع الأقارب تراه خلينا نعبي لك. كيف دخلتك ولا عمتك ولا أجمل اللي هي أجمل أجمل ما قيل مع الأقارب أقعد هاني بعثت خوك. ماني فيك. وذا مش أجمل برشا الحق متاع ربي. عندي برشا ما شفتكش هك كبرت وليت راجل هكا فنان لي تراجل هكا فنان هكا خالي عزيز فما 100,000 متفرج يتفرج وتقولي هك كبرت وليت راجل وليت راجل وليت اش تقصد وشفتني عم ناول انت معناها عم ناول مانيش راجل واش بك تتفاجئ استنى واش بك تتفاجئ واش بك تتفاجئ كل مره كي نكبر سخني شي واوا ما نكبرش بالحق علاش تتفاجئ انا عمك قال لي قلت له عقبه ليك اوه اي شتو ما نشجعوش احنا خاطر انت عندي ما فهمتنيش انا ماني ما نعرفش نجاوب على الكلام هكا محليها برهان الحلوة هذه افسر لك هكا خلينا نعاود لك من الاول انا ماني ما نعرفش نجاوب على الكلام الحلو هو قال لي عمي قال لي كبرت وليت راجل قلت له عقبه ليك انا في بالي عقبه تتقال في العيد ديما عقبه ليك عقبه ليك اي حاجه العقبه ليك امك شو عملت مع خالك شميت باب الجيب الثابته يلا احمد العجيمي اجمل ما قيل مع الاقارب اجمل ما قيل مع الاقارب خذ الباك ونطلعك لبرا ذاك في كل عيله اللي مني فهمت وفما نتبع فيك عامل بعميلك على الفيسبوك ومن بعد كل تحل الفيسبوك في الوقت هذاك في الوقت هذاك بوك يقول ابوه وريني تراه ووري تحل الفيسبوك يوري على كم عامل بعميلك على الفيسبوك اما لاحظت حاجه انه الاخوال ديما يقولوا طلعت لاخوالك والعمومات يقولوا طلعت لعموماتك انا اللي شكون طلعت فهمت انت ما تدع عندك ما تدع ماكش فاهم انت اللي شكون طلع بالضبط وكعمومتك اخوالك يتلموا يوليوا يتناقروا على الموضوع هذا عمومتك يقولوا يسمي في حاجات اليوم هم وانت ما عندكش شخصيه اجمل ما قيل مع الاقارب بنت شكون يا اخي هذه فهمت أيوة. عقلونيش كل عام قاعدة بنت شكون هذه ما بنت بابا من عقل يجوب علينا راني سؤال عبدك يقول انت بنت شكون شو نقوله بنت أمي ويتزادوا ناس ما نعرفوهمش في كل مناسبة وإحنا الوحيدين اللي ما نعرفوهمش يلا الوضعية الموالية في أجمل ما قيل أجمل ما قيل في الرجوع للدوبل سيونس اللي مروحين توا ما هوش أجمل جملة من غير ما تجي ولا شيء حلو نهار الاول اجمل ما قيل اجمل ما قيل اجمل ما قيل في الدوبل سيانس اي جو افتر معايا ايج باهي اي اجمل ما قيل في الدوبل سيانس انا ماضي ثلاثة نفسع وتفسع اجمل ما قيل في الدوبل سيانس اجمل ما قيل انت ما تبدل شيء العاده ما راح مساعتين مواصل سيانس يونيك كلها مساعتين ترى ايش قابله ياسمين حداد اجمل ما قيل في الدوبل سيانس اي وين الفطور اليوم اي صحيح الفطور اليوم فما زيد اجمل ما قيل في الدوبل سيانس فما شكون يخدم معاكم جيب معاه ماكله لانه فما شكون ما روحوش لبلادهم فما شكون جونر اللي يسكنوا في المناطق الداخليه ما روحوش دونك ما كلاوش الماكله نتاع الدار هذيك خيات الدنيا الكل يجيبوا لهم هذوك منحب نقدم لهم تحيه كبيره برش خلوا ما يعطيكم الصحه خممتوا في زملائكم حيهم واحد واحد حيهم واحد واحد اللي سيد احمد ماكش منهم ما يجيوش البالك هذوما الوضعيه الاخيره في اجمل ما قيل قبل ما نمشيوا للكويز اجمل ما قيل في نظريه المؤامره اجمل ما قيل هذا ضحكني لحظه خلينا نحط سكوتش اكحل على الكاميرا نتاع البي سي نتاعي هي اوكي اي اجمل ما قيل في نظريه المؤامره علق ميسنجر خلينا نكلمك واتساب مستبعين بعض ولا لا اي يا اخي شنو حكايه راهو الواتساب ماهوش يتبعوا عليه سيف اكثر سيف والتليجرام اكثر واحد سيف يقولوا سيد احمد العجيمي اجمل ما قيل في نظريه المؤامره الزريق نتاع الكورونا فيها بيس صاحبي يا ما انت قلت لي كي فيها بيس هي سيد احمد انت قلت لي انفيزيبل سيد احمد فما يحطوا في الدواء في الماكله باش يقضيوا على الرجال صاحبي انت كذا اللي قلت لي سي با نورمال باش يقضيوا على الرجال صاحبي اجمل ما قيل زاده في نظريه اكثر من الرجال صاحبي يحب يقتلوا الراجل صاحبي هذاك علاش صاحبي هذاك علاش صاحبي الدجاج يبيعوا فيه بالرخيص صاحبي خاطر الدجاج صاحبي في دي زرموني قوي وفي الهرمون الانثويه صاحبي الرجال للرجال الرجال صاحبي ياسمين حداد اجمل ما قيل في نظريه المؤامره مايكل جاكسون حي على خاطر الارض مسطحه والكورونا عملوها المسيح الدجال والستار
الاخر الكل تابعين لليوميناتي فوالا نحن عبد الكل كل الكل وتوباك مازال حي توباك حي ومايكل جاكسون صاحبي صاحبي امينيم الوحيد اللي لليوميناتي ما حكمتش فيه خاطر الكلاشيه صاحبي وقال لهم ليه خاطر جانكستا على لحمي شاوك ريلمون والله اللي زيد احمد السورس ونقول لكم حاجه دريك تحكم فيه الماسونيه الماسونيه هذاك علاش ما ينجم ياخذ حتى قرار وحده وينجم يقتلوه في اي مومون.